الأشياء الساقطة هنا في أشياء ثابتة وفي أشياء متحركة، لذلك عملية الإنصات للصوت نقطة مهمة للأشياء المتحركة تحديدا. خطوات مهارة البحث عن الأشياء الساقطة والتقاطها، النقطة الأساسية الإنصات أو إنصات الكثيف إلى صوت سقوط الأشياء، الاستدارة تجاه مكان سقوط الشيء والإشارة إليه بأصبعه لتحديد مكانه مع تقدير مدى المسافة، ثم التحرك نحوه مباشرة إن أمكن والصوت ما زال مسموعا مع توخي الحذر لتجنب الاصطدام واستخدام أسلوب الحماية المناسب، ثم يثني الكفيف أو الشخص الركبتين لأسفل مع الاحتفاظ باستقامة الظهر، ومن الأفضل جلوس القرفصاء مع الإبقاء على الرأس في وضع عمودي على الجسم مع وضع الحماية العلوية المعدلة. كذلك البحث عن الشيء براحة اليد في الحماية السفلية، بداية من المنطقة التي يتوقع وجود الشيء فيها، على أن يبدأ حركة اليد بشكل دائري أو حلزوني تأخذ في الاتساع تدريجيا إلى أن يتم التقاط الشيء. يجب على الكفيف ألا ينسى أن يمسح المنطقة حول قدميه وبينهما، وإذا لم ينجح في العثور على الشيء فيستدير إلى جهة اليمين مع استخدام الحماية العلوية ويعاود البحث بنفس الطريقة براحة اليد وبنفس الكيفية. وقد يتطلب البحث أن يتقدم الكفيف خطوة للأمام أو الخلف ويعيد العمل بنفس الطريقة. نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم.